صايل يا صايل من أمام ملعب الثمامة. تحية طبعا ميسون ولضيوفك الكرام من جديد. أجواء ما قبل المباراة هنا في استاد الثمامة بتواجد أجواء جماهيرية رائعة من عائلات من صغار من كبار الأعلام هنا. بصراحة مشهد يثلج الصدر للجماهير الأردنية التي دائما وأبدا ما تضع وتزرع الجمال هنا في قطر وتؤازر النشامة. أجواء ما شاء الله عائلية بامتياز. أهلا أهلا وسهلا، إن شاء الله الفوز للمنتخب الأردني، وإحنا معكم يا النشامة وين ما تكونوا، فالكم إن شاء الله النجاح والنشامة للنهائي إن شاء الله بإذن الله. خاول النشامة. ما شاء الله العائلات الحاضرة بكثافة اليوم. الحمد لله والله، والأجواء كثير كثير حلوة، وإحنا مبسوطين كثير كثير، وإن شاء الله متمنين الفوز للأردن. توقعاتك اليوم النتيجة؟ إن شاء الله فوز للنشامة ويحققون لنا نتيجة محترمة ويتأهلوا للأدوار القادمة. وشكرا قطر، شكرا على هالفرصة الجميلة اللي أتاحتها للدول الآسيوية في المشاركة بهذه البطولة. وبكرر تمني أمنياتي للمنتخب الوطني يحقق نتيجة إيجابية بإذن الله. بتوقع إن شاء الله 2-0 بإذن الله. بإذن الله. ما شاء الله، رأيك بالأجواء العائلية ما شاء الله اللي هون موجودة؟ أول شيء إن شاء الله بنتمنى التوفيق للمنتخب الأردني وظهور بنتيجة إيجابية تليق بسمعة الكرة الأردنية. المنتخب الكوري فريق قوي متمكن، بس إن شاء الله يكون الكابتن حسين عمود تدرس المنتخب الكوري جيد، وعندنا لاعبين على مستوى عالي، وإن شاء الله بيض وجهنا إن شاء الله المنتخب الأردني. وبدي أغني بس أغنية واحدة، وهي يلا وهي يلا منصورين بعون الله، وهي يلا وهي يلا منصورين بعون الله، ارفع علم وطننا يا منتخبنا فوق، يا منتخبنا فوق، حقق امل شعبنا يا الكلك فنوذوك، يا الكلك فنوذوك، بطل الملعب بطل الكاس العب يا الاردن يا رافي عراس، سجلوا أحلى هدف في كوريا، سجل 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 سجل، نقول وهي الله وهي الله منصورين بعون الله، وهي الله وهي الله منصورين بعون الله. نشكر التلفزيون الأردني على الحضور، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بتمناها نتيجة 2-0 للمنتخب الأردني بإذن الله. ميسون، أيضا الشعر متواجد هنا على بوابة المدرجات، موجود معنا شاعر. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيب. الشعر اليوم حاضر في هذه المباراة. أقول عبد الله أبو حسين عبد الله الجود الهاشمي والأصل والعرش والتاج، نسل الحسين لله الفضل المعدود، ينزل على قبره النلوى بالفجاج، ولو غاب عنا حسين هذا حسين موجود، ساعة كسوف الشمس تضويل الأسراج، يا الشيخ يا البتار يا خلفة العود يا عين حر الأبرق الريش فجاج، حي الشجاع اللي عن الموت ملاج، وعلى الوطن حراش والحصن مسدود، والسيوف تكتر دم والموت لجاج، لجى طامع سير الشعب بجنود، انخط ابن اليم خطناه بافواج، الاردن اولا وتالي الشعب مقصود، والجيش ثالث ورابع الجار لحتاج، ويسلم حسين ضول الشعب وهاج، وفيصل وحمزه قلت والنعم والزود، نسى الملوك ولا عليهم من احراج، وعلي وهاشم للوطن حصن بارود، هواش من القالات تنقى من العاج، ملوك الحجاز والعراق والشام وتاريخكم مشهود، الملوك العرب والفرس والبيض والسود، ندعي لكم بالبيت وبنصرة الحاج، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، هاشمي هاشمي وانا شد هاشمي، هاشمي هاشمي وانا شد هاشمي، ينصرك ربي عبد الله يا الهاشمي. يعني ما شاء الله الأجواء الجميلة هنا في الملعب، الصغار المتواجدين بالأعلام وبالأشمغة الأردنية الجميلة، اليوم تآزر النشامة. والله إن شاء الله النتيجة تكون 2-0، وإن شاء الله تكون النتيجة 2-0، والكل ما شاء الله يعني اليوم الملعب فل فيش مكان، فما شاء الله يعني. توقعاتك النتيجة؟ 2-0 إن شاء الله بإذن الله. 2-0 إن شاء الله بعون الله، 2-0 إن شاء الله بإذن الله. يعني
بصراحة الأجواء والتفاؤل الموجود لدى الجماهير الأردنية أمام كوريا الجنوبية، نتمنى أن يترجمها اللاعبون في أرضية ملعب الثمامة. وما زلنا بالمقابلات، ما شاء الله منظر الأعلام الأردنية. إن شاء الله الفوز النشامة وينصد بالاسم الكوري. إن شاء الله إن شاء الله فوز النشامة ونفوز على كوريا إن شاء الله. اليوم ما شاء الله أجواء أكثر من رائعة، أجواء في منتهى السعادة في قطر في الدوحة، دوحة الخير. نسأل الله التوفيق والسداد لمنتخبنا. المنتخب النشامة راح يلعب روح الزلم رجال بالملعب، وبإذن الله الفوز لنا. اللي فاز العراق مبارع اليابان مرشح أول للبطولة، لعبوا بروحة الرجال، وإحنا اليوم نلعب نشامة بالملعب، نشامة بإذن الله الفوز لنا. أيضا البنوتة الصغيرة الحلوة اليوم جاية تابع مباراة من ومين؟ الأردن. توقعاتك النتيجة؟ تعادل. ليش مش فوز؟ إن شاء الله فوز الأردن. إن شاء الله فوز. أيضا يعني ما شاء الله لاعبي السلة والمؤازرين من كافة الألعاب هنا في قطر للنشامة اليوم في هذه المباراة الهامة أمام كوريا الجنوبية. لاعبين سلة، لاعبين كرة طائرة، احنا بالنسبة لنا كلياتنا نمثل النشامة، بنمثل الأردن، وإن شاء الله التوفيق اليوم للنشامة. والمنسف بده ياكل السوشي، حاضرين. إذا المنسف إن شاء الله ياكل السوشي اليوم. وشباب صغار بدنا كلمة للنشامة ونتوجه على الكاميرا. حبايبي نتوجه على الكاميرا، نمسك المايك. فوز إن شاء الله، فوز. يلا هون كلمة معك يا النشمي للكاميرا. إن شاء الله الفوز للنشامة. إن شاء الله الأردن يفوز. إن شاء الله الأردن يفوز 3-0 على إن شاء الله. إذن ميسون شاهدتي أنت الأجواء الجميلة اللي موجودة على بوابات ملعب الثمامة، الأمل، الدعوات من القلب للنشامة اليوم أمام كوريا الجنوبية بأن يكون النشمي حاضر وأن يحقق نتيجة إيجابية وأن نملك بطاقة العبور للدور الثاني. هذه هي الأجواء. وآخر المتحدثين معنا اللي حاب يختمها مسك اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الفال إن شاء الله الفوز للنشامة. إحنا ما نطلب إلا شغلة واحدة، قول واحد، ونشكر الجمهور الأردني على الحضور الجبار، وإن شاء الله الفوز للنشامة 1-0 بإذن الله. إذا الله أراد أنه نروح الدوري أو الدور الثاني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إذن هذه هي ميسون الأجواء هنا على بوابات ملعب الثمامة. لحظات ونعود لكم من جديد. إليك ميسون. بانتظارك مرة كمان أخرى صايل لغبين الفتى الذهبي اللي موجود بقطر.